حضرتك فين؟ انا في طريق للشغل يا حبيبتي. عايزاكي ضروري جدا. طب ما تقولي لي في ايه؟ انت جايه عند ساره النهارده؟ لا اجي عند ساره ايه يا بنتي، ده انا امبارح ما نمتش كويس خالص، كنت سهرانه تعبانه جدا، هخلص شغل واروح انام. قولي لي طيب في ايه؟ جوز البنت اللي ماتت رحت عشان اديله الفلوس، اديته جزء منها والجزء التاني مش عارفه اديهوله ازاي. هو انت اديتيه كام؟ 25000 جنيه. او فاضله كام يعني؟ 225000 جنيه. ايه؟ ده المبلغ اللي انا وبابا طلعنا وعايزه اديهوله. وهو مرضاش؟ ده عشان 25000 جنيه عمل لي موضوع، مع اني قلت له ان دي بقيت حساب. ايه بليز ساعديني، عايزه طريقه اديله بيها الفلوس، عايزه ارتاح بقى. طريقه تديله بيها الفلوس، طريقه تديله بيها الفلوس. طب بقول لك ايه، ما تعدي عليا النهارده في القناه، ممكن كده اشوف لك حد يشوف لنا طريقه تديله بيها الفلوس. بس يا ايه، انا كنت متاكده انك انت اللي هتساعديني. اه طبعا انا اللي ساعدك طبعا يا حياتي. هو سألتي سارة ليه بقى؟ سارة لسه تعبانة، وبعدين انت بتاعت الحاجات دي، هو انت مش بتاعت التلفزيون وكده؟ خلاص يبقى اكيد هتعرفي. ماشي يا ستي، ما هتصدروني بقى في المصايب العملية وسارة المصايب الفكرية. المهم بس لما تيجي القناة بكلميني عشان اوصف لك توصلي لي ازاي. ماشي باي. اوكي يا حبيبتي يلا باي. ده مش اخوان، ده منهج تبليغ ودعوة. انتش عرفي، وانت تعرف الشيخ ده قبل كده؟ باين قوي من الكلام اللي انت بتقوله. طب وانت ايه رايك؟ انت مالك متلخبط كده ليه؟ طب هقول لك حاجه، قول لي انت ايه رايك؟ مش عارف. انا رايي انك تحضر الاعتكاف ده. ايه ايه ايه؟ احضر اعتكاف؟ ما انت عارفه انجي انا ماليش في الليله دي، اخش جامع بقى وبيت وبتاع. هتروح تلاقي كلهم ناس بتوع ربنا، مالهمش في السياسه خالص، ما فيهاش حاجه. ده رايك يعني؟ طب بص، انا هروح الاعتكاف ده شوف بيعملوا ايه، اقعد معاهم شويه وامشي، ولقيتهم بيتكلموا في السياسه اطير على طول. بص انت اول ما تدخل هما لو اخوان وانت بتعرف نفسك كده هيسالوك بتشتغل ايه، انت عارف طبعا الاهداف الكتير قوي اللي ورا الحكايه. فاهم يا بنتي فاهم والله. ما انت فاهم فاهم فاهم، بتسالني ليه؟ بصي يمكن انا محتاج الموضوع ده بس مش قادر اعمله، وبعدين هديل يعني لا بتساعد ولا بتشجع ولا اي حاجه. والله 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 لو شافتك بتتغير هي كمان هتتغير. صباح الخير. صباح عزة شريكتي وصاحبة فكرة المجلة سيف صديقي الانتيم. هاي ازاي؟ اهلا وسهلا. انجي الراجل اللي بعتها زيزي جه بره. اطلع له. حاضر. بس ده مش كان ميعاده امبارح؟ اه ما انا عارفه معتذر. حاضر هقفل الشغل معاه النهارده. بقول لك ايه، انا عايزه اطلع بالشغل على المطبعه بكره الصبح. ان شاء الله. طب قولي لي عايزه حاجه مني دلوقتي؟ ثانك يو. طيب حبيبتي يلا، فرصة سعيدة. فرصة سعيدة عزيزة. باي باي. المجلة دي شكلها هتحبسك هتحبسك. ادعي لي أنت بس. ادعي لك. بص أنا همشي دلوقتي أعمل شوية مشاوير وشوية مصلحة كده وهبقى أكلمك. بس سوري مش عارفة أقعد معاك، بس الراجل ده لو غير رأيه وما اتكلمش مش هعرف أقفل الشغل. لا لا ما يجراش حاجة. هو مين الراجل ده؟ ده زبون دائم في بيت دعارة. وعايزاني أدعي لك. هدعيلك يا رب ما تتحبسي. بس ايه؟ هتتحبسي هتتحبسي اكيد. يلا باي. استاذ منصور اتفضل. باي. انا بس هسجل الحوار على الموبايل عشان اعرف افرغه اسهل. اوكي اتفضل. طيب قولي بقى ايه القصه من الاول؟ انا متربي في مدرسه توجيهاتها كلها اسلاميه، وتقريبا البيت كان زي المدرسه بالظبط. الوالد كان قافل عليها جامد لدرجه ان فتره المراهقه ما عرفش فيها اي بنت، لحد ما خدت عربية والدي في يوم من الأيام وماشي في الشارع قابلت بوسينة. بصراحة بوسينة دي كانت حلوة أوي وعملت معاها علاقة قوية جدا. آه يعني أول بنت عرفتها كانت من الشارع. الصدمة الأكبر إن في السن بتاع أيامها كان حوالي 18 19 سنة، إن الواحد يمشي مع واحدة يمسك إيديها يحضنها، إنما دي أنا نمت معاها على طول. ولما اتمسكت عرفت كتير بنات بعدها، وكنت بقعد معاهم يحكوا لي قصصهم بعرف عنهم كل حاجه، لدرجه ان انا عرفتهم واحده واحده. بس لما اتجوزت ما انبسطتش مع مراتي. طبعا عشان ما عندهاش خبره. انا كنت فاكر كده لمده سنتين، لحد ما ركبت معايا واحده مره وقالت لي انا شفتك مع ولاء في العربيه. ولاء دي كانت بنت شاطره جدا. بس هي اتجوزت، هي رجعت الشارع تاني ولا ايه؟ على فكره ولاء دي مراتي. طب ويعني اتاكدت منين ان الكلام ده صح وان هي؟ والبنت دي راكبه معايا العربيه
شافت صور مراتي فقالت لي وعيها بتكون بتحبها، ده المهندسين كلها زباينها. طب عملت ايه؟ عملت نفسي مش عارف حاجة، وكان في صراع كبير قوي جوه نفسي. حاولت ادور لها على اي مبرر. هي زنت قبل الجواز عشان تاخد فلوس، وانا كنت بزني وبدفع فلوس، فادور لها على اي مبرر مش لاقي. اكتر حاجة عجبتني فيها انها مثلت عليا لمدة سنتين، وكمان مش فاهمة انا عايز منها ايه. اكتر حاجة فهمتها في الموضوع ده ان الست تقدر تضحك على الراجل لو كان صايع. طلقتها؟ في راجل يقدر يعيش مع واحدة المهندسين كلها زباينها؟ بس هي تابت. انا مش ربنا عشان اقبل توبتها ولا ايه؟ بس لو ما كنتش عرفت الحقيقة كنت زمانك متجوزها لغاية دلوقتي. بس عرفت. واتجوزت؟ تفتكري في راجل بعد اللي شافه ده كله ممكن يثق في واحدة؟ فرجعت تاني الشارع. لا كبرت على الشارع بقى. في بيت كنت بروحه. ومن هنا عرفت زيزي. في أي حاجة تانية عايز تقولها؟ لما رحت كشفت على مراتي لقيت الفيش والتشبيه ما فيهوش أي حاجة. أبيض. ليه؟ بطبيعة الحال البوليس لما بيمسك حد في الشارع كبير ويعمل له محضر فارق فاضح في الطريق العام. وخصوصا لو طلعنا 50 جنيه ادناها من الشرطة. ما بيعملهاش ملف أصلا. فممكن من هنا تتجوز من غير ما حد يعرف عنها حاجة. فهمتي؟ اقعدي اقعدي. انت اول مره تدخلي استوديو؟ اول مره بس حلو قوي. طب اعرفك، سمير دايركتور وفتحي اسيستنت بروديوسر معايا في البرنامج. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك. هي بقى يا جماعه صاحبتي نورانا. ميرسي. ابله انا زين. اهلا وسهلا. لا ده قصه طويله احكي لك بعدين. يلا يا سمير اشتغل. البنت من حقها تحلم بعريس غني يحقق لها طموحاتها واحلامها. ده حقها، لان لو الحب لوحده بياكل عيش ما كانش حد غلب. والله انا بقول كده لبنتي. استغفر الله العظيم، بقى ده اسمه كلام؟ البنت اهم حاجه تشوفها في الراجل انه راجل، مش تشوف معاه كام. يا فرحتي بالراجل وهو ما معهوش. طيب افرضي انك اتجوزتي بنتك لراجل معاه فلوس وبعد ما اتجوزته فلس، هتعملي ايه؟ يا ما هي هاني موضوع الفلوس ده عمره ما تقيسي بيه ده راجل ولا مش راجل. بس موضوع الفلوس ده مهم جدا في الجواز. شاب عنده 23 سنه جاي يتجوز بنتك، معاه شقه في الرحاب ب 800,000 جنيه وعربيه ب 150,000 جنيه وهيفرش الشقه بالفرح بشهر العسل، قولي 500,000 جنيه. يعني بسم الله الرحمن الرحيم الراجل ده معاه 1,000,000 جنيه وعنده 23 سنة. الفلوس دي بتاعت مين؟ يا إما أبوه وأمه يا إما هو حرامي، وفي الحالتين مش راجل. ما هو لازم أبوه وأمه يساعدوه. في فرق كبير قوي يا هانم من أب يساعد ابنه وأب بيخلق من ابنه شخص اعتمادي غير قادر على إنه يتحمل المسؤولية. هش قدام أي ظرف. ودي حاجة غريبة جدا. طب العريس في الحالة دي هيعمل ايه؟ ينام مع البنت على الجاهز وخلاص؟ ها؟ ما هو لانه ما حسش بقيمة القرش. يعني بقى الناس الأغنياء ما يساعدوش ولادهم عشان يتجوزوا؟ الناس الأغنياء اللي تعبانة بجد بيطلعوا ولادهم زيهم، عارفين قيمة القرش. وعمره ما يكون أهبل في المصاريف ولا الشقق ولا الفرح ولا الحاجات دي، لأن أبوه عرفه قيمة القرش. يا أهالي بنات مصر ما تحسبوش الرجولة غلط. ويا أهل البنات جوزوا بناتكم للراجل العصامي اللي يقدر ياخد البنت ويكبر ويكبرها معاه حتى عشان تحترمه. ويا أهل الولاد تخلوش عيالكم يحبوكم عشان الفلوس اللي بتدفعه لهم عشان يتجوزوا. عيالكم هتحبوكم عشان خليتوهم رجالة بجد. وأرجوكم ما تسمعوش كلام الناس البهايم. صباح على خير، اشوفكم الحلقه الجايه. الله اكبر عليك يا نجم. على جثتي ان اقدم الزفت الفقره دي معاك تاني. انت يا اخي ما بتتعبش؟ عمال تهزق فينا كده عمال على بطال. ليه بس يا جمل؟ ده انا حتى في غيابك بقول عليك كلام قذر. هو بطل سخافه بقى، بطل سخافه. اكبر اكبر. دي مش سخافه بس، ده انت دمك تقيل قوي. والله العظيم دمك تقيل قوي والناس كلها قرفانه منك كده برضو يا فوز. اه
ماشي يا مثقفة. مثقفة غصب عنك. مثقفة ايه يا مرض؟ انت اخر كتاب قريتيه من مهرجان القراءة للجميع بتاع ألف نكتة ونكتة، هنستعبط؟ يا اخي بكرهك مش طايقاك. ايه بتكرهني دي؟ هو انا قلت لك هاتي اقول لك كلمة سر في بقك؟ انت بتتحرش بينا على الهواء؟ لا، حد يلحقنا، حد يجي يلحقنا. بصراحة اللي بيقوله ده ما يصحش كده. انا اسف، ممكن تطلعوا بره ترتاحوا وانا اخلص لكم الموضوع ده. انا اسف، انا جاي لكم حالا، جاي لكم حالا. معلش معلش انا مش شغاله في البرنامج ده. امشي جمل، والله عسل. تعالي يا حبيبتي تعالي. اهدى اهدى خالص، اقعدي يا حبيبي. ممكن تهدى بقى خالص؟ انا هادي جدا. كلمي بس شريف لانه مش عاوزين يكملوا معايا، ومش عارف ليه، ده انا حتى لطيف جدا. عموما شريف اتصل وانت بتتخانق وقال لي ان انت هتقدم بعد كده الفقره لوحدك، مش هتقدمها معاه. ابن حلال كويس قوي، راجل محترم والله. مساء الخير. مساء النور، ازيك يا استاذ؟ الحمد لله. انت مين؟ انا صاحبتها. هبه صاحبتي. والله؟ انت بتصاحبي ناس محترمه كده؟ اهلا يا هبه. اهلا فيك، ازيك؟ الحمد لله تمام. خير؟ مفيش، احنا كنا جايين لك عشان عايزينك في استشاره كده على السريع، ومحدش طبعا هيفيدني غيرك. لو ليك انت انا مش فاضي تماما، لو لهبه ده انا هبيت في الصبح. خرشي. قومي. حضرتك يا انكل، انا نفذت كل اللي انت طلبته مني، وجيت على نفسي وغيرت كل اللي مرتبه. طلعت امي من بيتها عشان نسكن في مصر الجديده، وبعت شقتي عشان اقدر اصرف على الشقه والديكور والفرح والهانيمون. جان مشكلتي معاها انها بتطلب طلبات انا فعلا مش قادر اعملها، لاني لو عملتها بقى بغير كل الحسابات. فعلا انت كل مشكلتك ان انت هتوضب الاوضه بتاعت مامتك؟ هو ده اللي فارق معاك يعني؟ وليه اعمل كده؟ شقه ثلاث اوض، اوضه ليا انا وجان، واوضه للاطفال لما ربنا يرزقنا، والأوضة التالتة مفيش فلوس أفرشها ليفنج. أعمل ليه كده وأنا أصلاً عندي ليفنج بره؟ وإذا كان هو ده اللي مضايقك، حاضر هفرش أوضة أمي ليفنج، بس ده معناه إن مش هيبقى فيه ليفنج بره. أوكي يا عماد، أنا عايزة ليفنج لينا وليفنج لأصحابنا. طب هو في كده أنكل؟ خلاص يا عماد، أنا هفرش الأوضة التانية وخلاص. ميرسي يا بابا، ربنا يخليك ليا. براحتك يا أنكل، بس أنا مش حابب كده. أنا كنت أفضل إن أنا أفرش على قد إمكانياتي. أنا ما رجعتش معاكوا في أي كلمة أنا قلتها. وإيه يعني لما نفرش أوضة ونشتري فرحة جين؟ طالما أنت مستخسر فرحتها. مستخسر إيه يا طنط؟ ربنا يعلم أنا بعمل إيه علشان أسعدها. وبعدين في حاجة تانية مهمة. موضوع الأرضيات. أنا عايز أركب أورشليم وهي عايزة تركب رخام. حضرتك عارف متر الرخام بكام؟ فرق المتر ما بين الرخام والبورسلين هيعمل اكتر من 80,000 جنيه زياده في الشقه. مش قوي كده يا عماد. الشقه عندي كبيره يا طنط. وانا مش هعمل الارض بورسلين، انا هعملها رخام. يا جماعه انا بوضب مره واحده ولا ايه يا بابا؟ بص يا عماد، انتوا بتتجوزوا مره واحده، فلازم الحاجه تتعمل مظبوطه مره واحده. انا عايز افهم ايه اللي مش مظبوط في البورسلين. انا لسه ما كملتش كلامي. الحاجه لازم تطلع مظبوطه زي ما بنتي عايزه. وبعدين انت عارف ان بنتي مش زي اي بنت، دي مش ناقصها اي حاجه. دي دكتورة وبتشتغل في شركة جديدة وبتقبض كويس. وبعدين انت عارف ان انا سايب لها صيدليتين هي واخوها، ده غير الحسابات اللي في البنك. ربنا يزيدك يا انكل، بس انا مالي بده. لا مالك يا حبيبي، وهيبقى مالك بعد كده. انا ماليش دعوة حضرتك بتعمل لها ايه. انا لما اتجوز انا وجانا تبقى مسؤولة مني، قعدت من الشغل او اشتغلت، ورثت ولا لا، لانها تبقى مسؤوليتي انا. بقول لك ايه، أنا مش هدخل معاك في نقاش تثبت لي قد إيه إنك أنت راجل كويس. أنا كل ما في الأمر بحاول أساعدك، أفرش أوضة ولا اتنين مش هتفرق معايا. أنا كل اللي يهمني إن بنتي تحس بفرحتها وهي بيتنفذ لها كل اللي هي عايزاه. تعال على نفسك يا أخوي. أيوه أجي على نفسي منين إذا كان الحسابات كلها مش كده؟ بقول لك تعال على نفسك واعمل الأرضية رخام. اتعب نفسك شوية. أنا مش عايزها تيجي تاني عشان تشتكي لي منك. ها بقى، ممكن تعمل إيه في الموضوع ده؟ تصدق أنا جات لي فكرة؟ أنت
هو انت عاوزه اجابتي ولا بتفكري يلا اتكلمي وفكري وقولي واعملي كل حاجه. انا مش قصدي، انا قصدي بس افكرك. فاكر الضابط اللي انا قابلته في القسم قريبك ده؟ احنا ممكن نستعين بيه او نستغله او يفكر. ما صاحبتك دي بتفكر بطريقه هبله جدا. هو اولا العمليات ديت ليها طبيعه خاصه ومحتاجه ناس تكون عملتها قبل كده. والله ما هينفع يا استاذ حمزه، صدقني مش هينفع كده. زين زين ايه؟ لا لا انت فاهم الموضوع غلط خالص. اولا احنا عايزين نحط له فلوس. خلاص بقى ما تشاورشيش عليا. ما اسمعني، احنا عايزين نحط له فلوس، مش ناخد منه فلوس ونقتله ونتويه. يا بنتي اسكتي بقى. هبه انا مش عاوزك تقلقي خالص، الموضوع ده هخلصه لك. ربنا يخليك ليا يا حمزه بيه. حمزه بس. اوكي ماشي. بالنسبه لك انت حمزه بس. ايه دي فوزية؟ لا ايه الحق؟ ايه امسك؟ مش دي؟ مش دي يا زينب؟ مش دي؟ ثواني ثواني. استنى. لا مش فوزية. يا سلام. زين. امرني. عايزك في مشوار شقاوة. وترجعنا ليه بس؟ لا مش شقاوة، ما عليك. زين. امرني. شوف لي مكان أخطط فيه. أنا عندي المكان. فين؟ كلمي سارة. ماشي. لا مش فوزية. أنكل حمزة موجود عندي في البيت؟ طب والله البيت نور. أنا أول ما آية قالت لي اتبسطت جدا. أنا بموت في الجو ده بقى. والله وجه اليوم اللي أجي أقعد معاكي فيه يا سارة وأسيب أبوكي. تحب أكلمه لك؟ لا لا. خليه زمانه نايم، ما هو من كتر السرقة في الطاولة بقى ينام بدري. اه هو فعلا بقى بينام بدري. اه شوفي هو أبوكي بيحاول يبطل شربه وده شيء كويس قوي، لكن اللي مش هيقدر يبطله أبدا السرقة في الطاولة، لأنه حرامي بطبعه. بس سيبك أنت، أنت أحسن حاجة عملها في حياته كلها. ميرسي. أنا زين. أهلا وسهلا. استاذه. أي. ايوه دوره الميه بليز لو سمحتي. ايه دوره الميه او مبوله؟ لا لا التواليت. ايه ده هتنضحنا ولا ايه؟ تعالى يا زين عشان اوديك. لا لا خليك يا استاذه، انت شاوريني بس او قولي لي فين وانا اتصرف. هتعرف تروح؟ اه بعون الله. وانت عارف ترجع؟ اه. طيب اطلع من هنا هتلاقي طور على ايدك الشمال، خلاص اول باب على ايدك الشمال، يعني كله شمال في الشمال. ايدك دي. اه امسكها امسكها في ايدك كده وانت ماشي يا استاذه. يا نهار اسود. مين ده؟ ما تعرفوهش؟ لا. ده زين المساعد بتاعي. ما يغركيش منظره، قمه في العبقريه، ذكي موت. لا ما هو واضح. اه طيب انا هسيب الفلوس هنا عشان ما ارجعش بيها وانا راجعه بالليل. اوكي اوكي مفيش مشكله. زين ما شاء الله سريع. بتروح بقى. طيب تشربوا ايه بقى؟ خليك انت يا ساره انا هتعامل. تشرب ايه يا انك؟ يعني لو ممكن كاس واين صغير. وانت كمان اشربي ايه؟ أي حاجة سخنة. اوكي. زين تشرب ايه؟ نص رغيف جبنة بيضة بالخيار. نعم؟ يا ريت يكون عيش بلدي. لا هو في بيتي بان. لا بالجبنة البيضة حضرتك. طب خلاص يا جماعة أنا هقوم دلوقتي أعمل لكم حاجة. لا لا شوف موضوع العيش البلدي ده. وإحنا جايين اتفقنا على شوية حاجات، إيه؟ الخطة والحاجات دي يلا. أه يعني أفهم من كده حضرتك إن أنت عايزة تروحي تحطي الفلوس في بيت الراجل ده من غير ما حد يحس؟ ايوه يا زين. طيب عموما انا عندي خطتين كويس، هقول لكم الخطتين والاستاذ حمزه بقى ايه يختار واحده فيهم. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن. لازم تفهموا ان دي عمليه خطره، العمليه دي ممكن تكون فيها حبل مشنقتي. ايه يا زين انت هتخطب ولا ايه؟ انجز. هما خطتين. الخطة الأولى أنا هكسر الباب، هو يطلع لي أضربه بالمطوة أحط الفلوس وأخرج. مطوة إيه؟ أنت بتهرج؟ الخطة التانية أنا هخبط، هو يطلع لي أخبطه بالشومة أدخل أحط الفلوس وأخرج. لا معلش ثانية واحدة بقى، إيه الفرق ما بين الخطة الأولى والتانية؟ لا في فرق كبير يا أستاذة. الخطة الأولى أنا بكسر الباب، الخطة التانية أنا بخبط.
الخطه الاولى انا بغزه بالمطوه. ايوه ده حصل. الخطه الثانيه بخبطه بالشومه. لها فرق كبير. معلش انت جيتي لي في ملعبي يا استاذه. لا انا اسفه. لا تفاصيل، عنده ديتيلز معين الولد يعني. واضح. ايه اللي انت بتهببه ده؟ فضحتني. انت بتعك ليه كده؟ ده انا مقدمك تقديم الدفليهات، عمال اقول ذكي جدا وعبقري. ركز. انا مركز اهو استاذ. انت كده مركز؟ طب ما تركز قول اي حاجه تانية. مبدئيا انت هتفتح الباب وتدخل بطريقتك، بس لازم يبقى مفيش حد جوه في الشقه. لازم اشغلها. حطيته على التراك اهو. اهو طيب ايه؟ هو لو فتح المحل بكره هيكون في المحل. ايوه يبقى احنا عايزين حد يشغله في المحل عشان ما يجيش البيت. الحد ده عندي ما تقلقوش. طيب يبقى انتوا عايزيني دلوقتي اخش احط الفلوس، احطهم فين يا استاذه؟ لازم تحطها في مكان خفي في اوضه النوم، واوضه النوم اول ما تدخل الشقه على ايدك اليمين. طب ما فيش حضرتك رسم بياني او حاجه يعني عشان خاطر اعرف ايه اوضه النوم دي؟ في ايه يا زين؟ اوضه النوم هي اللي فيها السرير او سريرين او اكتر. لا يرجع تاني. بسم الله ما شاء الله، والله العظيم الله ينور عليكي، صاحبتك يا استاذه ايه في منتهى الذكاء. طب حس كده بقى، احنا هخش احط الفلوس واخرج لا من شاف ولا من دري، صح؟ صح. اهم حاجه انك تخبيهم يا زين. طبعا ما انا فاهم. يبقى انا هخش دلوقتي، اخش من الباب احط الفلوس واخبيها، وبعدين اقوم خارج واروح المحل ادخل عليه اغزه بالمطوه، وبعدين اقوم ماشي، صح؟ يلا. مش مصدقه. لا اوفر جدا. الحقوني وماتت صفيا. ايه ده اللي انت جايباه ده؟ فاكره ما قلت لك عبقري وذكي جدا؟ انا اسف. لا يا حبيبي بالعكس، غلط ايه؟ لا احنا اللي يمكن ما مش مستوعبين يعني. زين استناني بره شويه. يلا يلا. مشغول يا استاذ. معلش معلش. ماشي يا استاذ. صباح الخير. اهلا اصطبحنا. الله، هو انت مش قلت ان الموضوع ده على مسؤوليتك؟ ايوه بس بالليل والصبح كده حياتي كتير قوي. طب بصي، ايهاب فتح المحل وده معناه انه مش هكون موجود في البيت النهارده. طيب خلاص هقول لحمز وهشوف هنعمل ايه. ماشي، وانا هجيب الفلوس واجيلك. سلام. هي انت. هي حمزه باشا، اكيد انا محتاج اسلم عليك. ده شرف ليا. لا بصراحه يا مختار، انت كاريزما رائعه. ربنا يخليك، انت نورت القناه النهارده. اشكرك. انا خايف لاكون معطلك الحقيقه، انا جيت بدري على البرنامج بتاعي، شفتك ماشي وقلنا نتكلم مع بعض. ما تقولش يا راجل كده، معطلني ايه بس؟ ده انت نورت القناه. انا عايز اقول لك حاجه بقى، لازم تدوق بسبوسه مخ عمايل ايديا الشيف مختار، عايزك تدوقها. مش تدوقها، ده انت تاكل مش تدوق. ايه الجمال ده؟ ده جمالك يا باشا، ده جمالك يا باشا. كل يا باشا. اشكرك. كل يا باشا مش تدوق. حلو قوي حقيقه. عامل ايه يا مختار؟ الحمد لله يا حمزه باشا. طمني عليك، مرتاح في القناه هنا؟ الحمد لله ماشي. الحمد لله. مبسوط في المحطة؟ ليه بقى السؤال ده بقى؟ ليه بس يا حمزة باشا؟ الحقيقة يعني أنا عايز أطمن عليك، أصل شكلي اتدبست مع الجماعة دول. أنا الحقيقة أنا اتدبست قبل منك من زمان. العملية هنا مفيش نظام، والفلوس بتاعتهم قليلة قوي، ومعاملة أي كلام. بيني وبينك طبعًا تشتغل في قناة تانية؟ إزاي بس يا مختار؟ أنا ماضي عقد مع الناس دي. يبلوه يشربوا ميته، بس انا من الواضح ان انا وانت هنبقى حبايب. ده الشرف. بيني وبينك انا ماضي عقد مع قناه سي ام سي، وهم هيدفعوا لي شرط الجزاء اللي انا ماضي عليه هنا، بس اضرب الاجر اللي انا باخده هنا في اربعه. تحب اكلمهم يشوفوا لك عقد معايا؟ وهم هيسعدوا جدا بيك، وخصوصا انت محقق نجاح باهر في الفتره اللي فاتت. يا راجل لا نجاح ولا حاجه، دي حاجات صغيره. لا 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 يا حمزه باشا بجد، انت عامل حلقات صحيح مش كتير، بس مصر كلها بتتكلم عن برنامجك. اشكرك.
يعني انت مش مكمل معانا؟ بيني وبينك طبعا انا اخر حلقه قادم هنا بكره خلاص، بس الموضوع ده محدش يعرفه الا انا وانت وهشام عبد الحميد. هشام عبد الحميد؟ اه هو اللي جايب لي العقد. اه اوكي. ده هشام ده غول كبير قوي، بس واد جدع، واد جدع قوي. انا ممكن اكلمه لك يشوف لك موضوعك. لا يعني نصبر شويه. قول لي صحيح، احنا مش عارف ازاي احنا اصدقاء ورقمك مش معايا. استاذنك في الرقم ده تقصير منك انت يا حمزه باشا. تقصير منك انت. عندك حق. الرقم اتفضل يا باشا. زيرو باريزه. ده انت موبينيل بقى. ثلاث اربعات. ثلاث اربعات. ثلاث ثلاثات. ايوه. خمسيتين شباك. فظيع فظيع. كان ليا طلب اخير قبل ما تمشي، انا عارف انه معطلك. امرني يا باشا امرني، ده انت نورتنا النهارده. سلام يا حبيبي. ممكن قطعه بسبوسه كمان؟ هي بسبوسه. هي اتفضل يا باشا. لا وحشاني من زمان البسبوسه دي، وانت ماهر جدا. ربنا يخليك، انت خليتني انا كمان عايز اخد قطعه من عمال ايدك. هي بسبوسه. هتوحشني يا محترم. هبه كلمتني وقالت لي ان الراجل فتح المحل، يعني كده الشقه فاضيه. وانت عايزين جهز نفسك عشان هننفذ النهارده بعد الحلقه مباشره. اوامرك. كلم عزيزه وانا هقول لفتحي. حاضر. فتحي؟ فتحي دوره مهم جدا في العمليه دي. وانت كمان كلمي هبه وقولي لها تستنانا بالفلوس. بس فتحي وعزيزه يعني هيعملوا. خليكي في حالك. انا احتمال اعوزك انت كمان، فاهمه؟ فاهمه. حظ غريب. ايه دي؟ دي آية. عايزة ايه؟ آية هبة، بقولك ايه، تجهزي الفلوس وتيجي على الزمالك بالليل. ومالك بتتكلمي كده ليه بصوت واطي؟ احنا لو حد سمعنا هيقول علينا تجار مخدرات يا بنتي. بقولك ايه، انا مش فاضية، الهوا هيبتدي. اوكي خلاص، كلميني وانتي بتنزلي عشان انزل. قولي لها ان انا جاية معاك. بتقول ايه الهبله اللي جنبك دي؟ بتقول عايزه تيجي معانا؟ هو فيلم هندي؟ بقولك ايه، يلا يلا عشان عندي شغل. باي. يلا جاهزين؟ بس انت امبارح ضحكتيني كميه ضحك فظيعه. ما كنتش قادره، ده غريب جدا. كل كوم بقى لما قال لي عايز ساندويتش بالخيار، ايه قال ايه؟ عايز ساندويتش بالجبنه والخيار من غير بيتي با. ده فظيع، ده مجنون رسمي. انا مش فاهمه عبد الحمزه جابه منين ده. ابتدي من الكاميرا اللونج والنبي يا سيدي. اعزائي المشاهدين اهلا بكم، منورنا منورانا يا دكتوره. اهلا بيكي استاذه مالك. اهلا بيكم مشاهدينا الكرام. احب اقول لكم من النهارده ان الاخ العزيز والصديق الصدوق حمزه الباسيوني مش هيكون معانا في فقرتنا، لكن هو معانا في البرنامج وهتكون له فقره خاصه بعد فقرتنا على طول. خلونا نبتدي برنامجنا ونفتح موضوع جديد عن اهتماماتك. مش معاهم ها؟ طب وحياة أمك يا جمالات لوريكي؟ أنت والبارة اللي معاكي دي. هيشوفوا أيام سودة. ايه يا ابني ده؟ الاس ام اس بار معلوش غير خمس رسائل بس، هو السيرفر مهنج تاني ولا ايه؟ لا السيرفر سليم، بس مفيش رسائل غير كده، وبقيه الرسائل ما ينفعش احطها خالص. ليه؟ كلها اسئله عن حمزه وتريقه على ماهي وفوزيه وهم من غير حمزه. طب انا هكلم سناء واشوف معاها الموضوع ده، شكرا. احنا مالنا كده بقينا متلخبطين ومش عارفين نفرق ما بين الصح والغلط؟ بقينا نخلط ما بين الحكمة والخبز. يعني تلاقي واحد مثلا يزر في صاحبه
ويقول ان دي حكمه لانه بيحافظ على شغله. والطيب يتقال عليه اهبل. كل حاجه بقى ليها عندنا كذا معيار. مفيش موازين ثابته. بقت حاجه تقرف. ومعانا مكالمه تانيه. اتفضل. الو. ايوه يا استاذ حمزه، انا فرحان قوي اني بكلم حضرتك. وانا كمان. مين معايا؟ معاك تامر من غمره. اهلا استاذ تامر، اتفضل. انا مع كلام حضرتك ومتفق معاك في كل حاجه حضرتك اتكلمت فيها، وانا متابع كلامك على الستات ووجهه نظرك فيهم، بس انا عندي مشكله كبيره قوي يا استاذ حمزه. خير يا استاذ تامر، اتفضل. ان اسمك وحش قوي، ايه حمزه البسيوني دي؟ ابيض. ايه في المكالمه بسرعه يا سمير، ربنا يستر بس ما يستوش. اسمي مش عاجبك في ايه يا تامر؟ حمزه البسيوني. وبعدين احنا هنفضل كده بنحكم بالشكل؟ يعني انا مثلا لو اسمي رايا او سكينه لازم ابقى قتال قتله؟ وبعدين انت مالك ومال اسم يا تامر؟ انا اكتر حاجه على فكره بفتخر بيها هي اسمي، وده لاني يا تامر ابويا هو اللي سماني، او امي الله يرحمها، مش انا اللي اخترته، بس بحبه. الحمد لله ما شتموش. وبعدين اما انت راجل وسخ صحيح. ليه يا حمزه ليه؟ ما يقدرش. ما انت جاي تتنطط عليا واسمك تامر؟ ها؟ مش عاجبك حمزه؟ طب انت مثلا والدك لو كان مثلا متفائل انك في يوم من الايام هتخلف مثلا، هتسمي ايه؟ احمد تامر؟ محمد تامر؟ حمزه تامر؟ انا كانوا يعني بيحلموا، وما حصلش بس بيحلموا يعني. لو ربنا كرمني وخلفت محمد حمزه لايق، احمد حمزه جميل، تامر حمزه شغال، انما انت ايه؟ ولو ربنا كرمك وحجيت هيبقى اسمك ايه؟ الحاج تامر؟ هيبقى كوميدي جدا. الاولاد يقولوا لك يا حاج تامر. يا تامر. يا تامر. ايوه. ايه كمية التليفونات والاس ام اس الفظيعة دي؟ ربنا يستر بس. يلا سلام عشان عندي هوا، باي. في ايه؟ ما زلت مصرة ان حمزة ما ينفعش يدخل له اي مكالمات على الهوا. مش ممكن، ما ينفعش. طول الوقت قاعدة على اعصابي. معلش بس هو بيعرف يظبط نفسه يعني، مطمني. هو عنده احساس كده وسنس معين كده بيطلع في اوقات معينة. اما نشوف. ومعانا اخر مكالمه النهارده في البرنامج. الو. الو. ايه يا حمزه؟ تسمح لي اقول لك يا حمزه؟ لا، انت تقولي اللي انت عايزاه براحتك. انا بحب اسم حمزه قوي قوي. انا مش عارفه الراجل اتصل ده بيهرج يعني. ما علينا يا. انا جوجو، اسمي جوجو. حلو جوجو ده. ازيك يا جوجو؟ انا كنت عايز اسالك سؤال واحد. اتفضلي. انت متجوز ولا مرتبط؟ لا. طب انا عايز ارتبط بيك اهو، انا بقول لك على الهوا يا زمزم. انت منين يا جوجو؟ من مصر الجديده. الله، ده احنا جيران اهو، شفت الفل. منين من مصر الجديده؟ من شارع الاهرام. منين من الاهرام؟ جنب محل العصير بتاع القصب. انت في انهي عماره؟ طيب انا في العماره. اقطع الخط بسرعه يا سمير. فظيع يا استاذ حمزه ده والله، ازاي خطير ده، عايز يعلق الست على الهوا كده عادي. ما هو ده فعلا اللي كان بيحصل دلوقتي في البرنامج. من رايي كنا نستنى ناخد عنوان جوجو دي. اتفضلي. والله قطعت الخط. قطع. طب بقول لك يا جوجو، ينفع نتقابل بكره بعد الظهر انا وانتي نشرب عصير قصب مع بعض؟ جوجو راحت. جوجو يا خساره. الظاهر جوجو مشيت وسابتني. يا جماعه فعلا الستات انواع. ست ينفع تخرج معاها وتتعشى، وست تقعد معاها في البيت،
وست ينفع تقبح معاها في كلام ونكت، وست تنفع أم عيالك، وست ينفع تحكي لها أسرارك وتسمع وجهة نظرها. إنما للأسف مفيش ست فيها كل الحاجات دي، ولا حتى جوجو. تصبحوا على خير، أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله.